هذه هي أفخم وأرخص ساعة ذكية في الجزائر في سنة 2024. صحة، في الفيديو تاع اليوم جبت لكم ساعة ذكية فخمة وشابة بزاف بزاف، أي تقدر ديرها في مناسبات وزيد بسعر رخيص وشباب بزاف، وهذا تاني مقارنة مع مواصفات الشابة اللي تمدهم منه، لأن هذه الساعة تدعم منها المكالمات وزيد تاني فيها شات جي بي تي جماعة، وفيها بزاف صوره أخرين تاني شابين وملح. فإذا راك حاب تشري ساعة ذكية جديدة وتكون فخمة، نظن هذه الساعة راح تكون خيار شباب بزاف وممتاز لك. صح، قبل ما نبداو ما تنساش تشترك في القناة ولا ديرنا أبوني هاكا باش يوصلوك كامل الفيديوهات تاعنا جديدة، لأن كاين فيديوهات شابة بزاف بزاف راهي جاية. فديرنا أبوني أي معايا تعرفوا على هذه الساعة. صح، كما شفتوا هذه الساعة راح تكون من شركة بلاك شارك، واللي هي بلاك شارك جي تي 3 آخر ساعة من هذه الشركة، واللي كالعادة راح أخلي لكم رابط شراء هذه الساعة من أليكسبرس تحت في الديسكريبسيون. وإذا مش حاب تقاركش أسبوعين ولا شهر باش توصلك، هذه الساعة تاني راهي متوفرة عندنا. فإذا راك مهتم ولا راك حاب تشري، راسلنا في الانستغرام اللي راه يظهر لك الآن في الشاشة، وتلقى الرابط تاعه تاني تحت في الديسكريبسيون، مع العلم أن عندنا توصيل 58 ولاية والدفع عند الاستلام. صح، لو كان نولوا للساعه درويك ونتكلموا شويه على التصميم تاعها، اللي التصميم تاعها صراحه شباب بزاف وفخم. فاذا انت راك حاب ساعه للاستعمال اليومي وتاني تروح بها المناسبات وحفلات، هذه الساعه راح تكون خيار شباب ومليح ليك، خاصه كي تجينا مع صور واحد اخر في العلبه كيما اللي راهي عندي انا. عندي صور واحد اخر جلدي من اللون البني، وكاين تاني خيار اسود، اي تقدر تختار بين اللون البني واللون الاسود. وهذه الساعه كي دير لها هذا السوار الجلدي غادي تولي ساعه فخمه بزاف بزاف، خاصه ثاني الاطار تاعها يجينا من اللون سيلفر، وثاني اتينا من المعدن، وهذا اللي حاطي لهذه الساعه متانه وقوه. بالمجمل نشوف هذه الساعه فيها من اجمل تصاميم وافخم تصاميم في الفئه السعريه تاعها. وكي هضرنا على القوه والمتانه جماعه، هذه الساعه تاتينا مع مقاومه الماء والاتربه بمعيار الاي بي 68، اي هذه الساعه تقدر تغسل بها يدك، تقدر تدوش بها، تقدر دير بها سبور ما تخافش عليها من العرق، وتاني تقدر دير بها سبور تحت الشتاء. هادو كاع تقدر ديرهم نورمال بلا ما تخاف وبلا ما تخمم على الساعه. صح دروك اروح معايا نتكلموا على تقريبا اهم حاجه في هذه الساعه وتقريبا في كامل الساعات الذكيه، واللي هي الشاشه تاعها اللي راح تاتينا بحجم 1.96 انش بدقه اتش دي 410 في 502 بكسل من نوع الاموليد، مع معدل تحديث 60 هرتز، ومع صوت يوصل حتى 600 نت، ومع قطيف بيكسلات 332 بكسل في كل انش. واللي في المجمل شاشه هذه الساعه راح تعطيك الوان شابه ومشبعه، وتاني سلسه لاعلى درجه كما شفتوا فيها 60 هرتز. بصح 60 هرتز فيها تقدر تقول حقيقيه ولا ممتازه، لاني جربت بعض الساعات الاخرى اللي 60 هرتز فيها شويه تقطع وما تكونش سلسه كما هذه الساعه. فعلى هذه نشوف شاشه هذه الساعه واحده من الافضل في الفئه السعريه تاعها. وبالنسبه للناس اللي ما يسقسوا على السطوع، هذه الساعه راح تشوفها برا وراح تشوف الشاشه تاعها برا بشكل واضح وبشكل مليح. وزيد الحاجه المليحه في هذه الشاشه ولا في هذه الساعه انها تدعم لنا الاولويز اون ديسبلاي، واللي هي حاجه ممتازه. صح دروك لو كان نشوفوا من الجهه اليمنى ولا من الجانب الايمن تاع الساعه، راح نلقاو الزر، هذا الزر راح يشعل لك الساعه، وتاني راح يدخلك التطبيقات، وتاني تقدر تقول زر الرجوع. الحاجه الشابه في هذا الزر انك تقدر تدوره، وكي تدوره راك تبدل بين الواجهات تاع الساعه، اللي عندك بزاف واجهات وبزاف خيارات تبدل بيناتهم، وراح نتكلموا على الواجهات بالتفصيل وكيفاش طلعهم هكا شويه جماعه. صح من الجانب الايمن تاني لو كان تشوفوا مليح عندنا ميكروفون، ولو كان تشوفوا تاني من الجانب الايسر عندنا مكبر صوت ولا باف، وعندنا ميكروفون واحد اخر، وهذا الميكروفون دورة تاعه هو عزل الضوضاء، لان هذه الساعه تدعم لنا الاي ان سي مود، وهذا الصوالح على كاينين لان هذه الساعه تدعم لنا المكالمات، اللي هي حاجه مليحه اذا كان التليفون بعيد عليك قادر فقط من الساعه ترفد وتهضر بها ولا قادر تاني تقطع. والثاني تقدر تخدم بالباف تاع هذه الساعه، مثلا راك تفرج فيديو وراك حاب الصوت يجي من الساعه، قادر ديرها وتولي تسمع من الباف تاع الساعه، واللي الصوت تاعها بالنسبه للساعه مليح وقوي. صح دروك اروح معايا نولو للجهه اليمنى ونضغط على الزر ونضغط عليه مره واحده اخرى باش ندخلوا للتطبيقات، وراح نلقاو بزاف تطبيقات، منهم تطبيقات الصحه اللي يحسبوا لك دقات القلب، نسبه الاكسجين في الدم والستريس، واللي راح يراقبوا لك الصحه تاعك على مدار 24 ساعه. زيد عندنا تطبيقات واحده اخرى اللي تقريبا كاينين في كامل الساعات الذكيه، كيما المنبه، تايمر، حاله الطقس، تطبيق الموسيقى، تطبيق الكاميرا، اذا التليفون راه بعيد عليك وحبيت تدي تصويره
فقادر فقط من الساعات كل التليفون يصورك. وتطبيقات أخرى اللي كما قلت لكم نفس التطبيقات تقريبا الموجودة في الساعات الأخرى، كما بالك تطبيق سبور ولا تطبيق الرياضة اللي هذه الساعة فيها أكثر من 100 رياضة مختلفة، واللي هي حاجة مليحة وراح تساعد الناس اللي يديروا الرياضة ولا الناس اللي يحبوا الرياضة، لأنها راح تحسب لهم المسافة المقطوعة، شحال حرقهم كالوري، وبزاف معلومات تعاونهم في الرياضة تاعهم. صح، لو كان زيدوا نهضروا دروك على تطبيقات، كاين واحد 3 ولا 5 تطبيقات اللي جايين شوية بيزار جماعة. أول تطبيق واللي هو الورد كلوك اللي تقدر تشوف منه أوقات في بلدان مختلفة، هذا جماعة شوية نورمال. بصح كاين تطبيق واحد اخر واللي هو ستوك ماركت اللي نورمالمون تشوف منه سعر الاسهم، واللي بالك هي حاجه مليحه وراح تساعد الناس اللي يخدموا التداول. صح، والتطبيق الثالث واللي ما نقدرش نقول عليه تطبيق لانه لعبه، نعم هذه الساعه فيها لعبه جماعه، والصراحه جماعه لعبه هنا عجبتني بزاف بزاف. هي صح لعبه خفيفه وتقريبا ما فيها والو، بصح انا جماعه انا هضروا على ساعه، وللاداء تاع هذه الساعه في هذه اللعبه كان مليح وسلس. زيد هذه الساعه ثاني فيها الفويس اسيستنت اللي تقدر تمد منها اوامر للتليفون تاعك، مثلا لحل يوتيوب يعيط لك شي واحد، هادو قادر ديرهم من الفويس اسيستنت. وثاني عندنا شارك جي بي تي اللي هو تقريبا شات جي بي تي، تقدر تقصي هذا الساعه اي سؤال وتجاوبك، مثلا كما راكم تشوفوا انا قلت لها واش ياكلوا كلاب وجاوبتني، بصح لازم تكون مربوطه مع التليفون وتليفونك لازم يكون فيه كونيكسيون. صح، بالنسبه للتطبيق هذا الساعه، نعم لان فيها تطبيق، هذا التطبيق راح يعطيك معلومات اكثر حول الصحه تاعك، مثلا يعطيك دقات القلب تاعك خلال اليوم كامل ولا دقات القلب تاعك في الاسبوع الفائت، ويعطيك ثاني معلومات اكثر حول النوم تاعك وبزاف معلومات اخرى. ومن هذا التطبيق ثاني تقدر تحمل واجهات للساعه اللي عندك بزاف واجهات وبزاف اختيارات تبدل بيناتهم. وثاني من هذا التطبيق تقدر تخصص بزاف اعدادات للساعه، مثلا تطبيقات لك حاب يوصلك منهم اشعارات وبزاف اعدادات كيما هاك. وبالنسبه للبطاريات هذه الساعه راح تاتينا بحجم 250 ملي امبير واللي راح تشد لك حتى العشريه، بصح اذا كنت مفعل اولويز اون ديسبلاي وتستخدم بزاف وضعيات الرياضه هنا راح تشد لك اقل من 10 ايام، بالك راح تشد لك 8 ايام هكاك، واللي هي في المجمل بطاريه مليحه. صح، لو كان دروك نهضروا على السعر اللي على بالي راكم تقرعوا فيه كامل، سعر تاع هذه الساعه دروك في اليكسبريس تقريبا راه 38 اورو، واللي بدرهمنا راح يطيح لك السعر تاع هذه الساعه تقريبا 900 ألف، واللي نشوفها خيار مليح للناس اللي حابين ساعه تكون فخمه ولا ساعه باش يروحوا يخدموا بها ويروحوا بها المناسبات. هذه الساعه راح تكون خيار مليح وشباب بزاف ليهم، لان ما نضمنش تلقى ساعه بهذا التصميم وبهذه الفخامه وبهذه المواصفات وبهذا السعر. واللي كما قلت لكم في بدايه الفيديو راح نخلي لكم رابط شراء هذه الساعه من اليكسبريس تحت في الديسكريبسيون، واذا مش حاب تعي روحك وتحوس من تشري لورو كاع، هذه الساعه كما قلت لكم ثاني راهي متوفره عندنا. فاذا راك مهتم ولا راك حاب تشري راسلنا في الانستغرام اللي راه يظهر لك الان في الشاشه، وتلقى الرابط تاعه ثاني تحت في الديسكريبسيون. ودروك اكتب لي تحت في الكومنتار واش رايك في هذه الساعه واذا عجبتك ولا لا، واذا كان خير واحد اخر ثاني مليح وشباب في الفئه السعريه تاعها كتبها لنا تحت في الكومنتار. ودروك جماعه نبقى لي نقول لكم شكرا على المشاهده، وما تنساوش جمل الفيديو تشتركوا في قناة وتبارطاجوا هذا الفيديو لكامل صحابكم، خاصه اللي حابين يشرو ساعه ذكيه جديده. هذا الفيديو راني متاكد راح يفيدهم بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.